المشكلة أي حدث صار يصير على المرور. على المرور تعودنا عليه. لا بالعكس هو نتقبلها يا أخي العزيز. أي بكل تأكيد صح. همك شلون؟ لا بس يعني أنت جزء 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 من العملية، جزء من الحالة. إيه همنا كنا شلون تحل هاي المشكلة. نعم. فعلا أكو مخاطبات ما بيننا ما بين دائرة أمانة بغداد بخصوص بعض المناطق اللي تحتاج إلى تأثيث أو وضع جسور مشات مثل تقاطع الجادرية اللي يفرغنا، يعني عند وضع هذا الجسر يعني يفرغنا طاقة هائلة من الطلب الموجودين صح عند عبور من خلال التقاطعات من اللي موجودة. نعم يعني التقاطعات، وجود تقاطعات مهمة أو وجود مسافات ما بين طريق وآخر أو شارع وآخر، يعني مسافات طويلة يجب وضع جسور مشات. حوادث تهز كثيرة. أنتوا خاطبتوا سيادة العميل؟ أكو استجابة؟ لو أكو تراكمات مثل ما أي ضيف يكون وياي وكل ما أقول له يقول لي تراكمات، إحنا بالوزارة عندنا تراكمات. نعم. لا لا أخي إحنا مو مسألة تراكمات. نعم. تعرف أنت هذا توضع على جدول. نعم. وجدول جدول مالي، يعني هم واعدونا خلال هذه السنة من ضمن المشاريع المقترحة يمكن وضع أو إنشاء 60 جسر مشات. جيد. أمانة بغداد. جيد. يعني الناس هم يعملون، احنا لا ما دائما اقول لك احنا ما بدنا نخسر الحظ. لا اكيد لا متراك لا تراكمات ولا غير تراكمات. جيد. الناس قدر المستطاع. هذا ال 60 جسر سيادة العميد، هذا ال 60 جسر مرتبط بفتره زمنيه لو بس يعني على هم بعد هم صاحبين الجهه وصاحبين الاختصاص وصاحبين التنفيذ. طيب انا اريد اسالك باختصاصكم، لو تم اصلاحها او نصبت بدائل عن القديمة، إيش قد راح تخفف من الزحامات من الحوادث؟ أخي إحنا أول شيء تخففنا من حوادث الدهس وخصوصاً في المناطق اللي مفتوحة. نعم. يعني هذا يمكن أنتم لاحظينها وسامعينها. نعم. اثنين تخففنا نوعاً ما من عرقلة حركة السير، بدل ما تعرقل في التقاطعات حركة السير، وأنت مثل ما تعرف شايف أغلب المواطنين تنفتح الإشارة وهو يبدأ بالعبور. أحسنت.